هنروح بقى لمنتخب او لاخبار منتخبنا الوطني اللي بيستعد لمباراتي ملاوي في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار 2024. النهارده الحقيقه كان استقبال اكثر من رائع من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني في اول يوم لانطلاق معسكر الاستعداد، وحرص فيتوريا او كان حريص ان هو يستقبل النجم محمود كهربا ومحمد هاني وهشام صلاح. واشمعنى هذا الثلاثي؟ لان هم لاول مره يكونوا متواجدين مع المنتخب تحت قياده روي فيتوريا، وعقد معاهم جلسه سريعه جدا يعني عشان يهنيهم على تواجدهم في المنتخب والاداء اللي كانوا بيأدوه خلال هذه الفتره. منتخب مصر يستعد لمواجهه ملاوي يوم 24 و 28 مارس الجاري زي ما قلت لحضراتكم في تمام الساعه الثالثه في الجولتين الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكأس الامم الافريقيه 2024 بكوت ديفوار. كمان بكره ان شاء الله هيكتمل عقد اللاعبين المحترفين في المعسكر المغرق. محمد صلاح بينضم قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، ايضا ينضم امام عاشور للمعسكر مساء غدا بعد ان حصل على اذن من الجهاز الفني لعقد قرانه ثم الانضمام للمعسكر مباشره. يخوض المنتخب الوطني ميرانو في السادسه من مساء غدا على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي من أجل البدء في استعداد القوي لهذه المواجهة في أول ظهور رسمي لروي فيتوريا مع منتخب الأول.